أهلا وسهلا فيكم طلبتنا الأعزاء في رياض ومدارس جامعة الزرقاء، بكرر ترحيبي فيكم وإن شاء الله بدعي رب العالمين تكونوا بألف صحة وعافية. رح نكمل مع بعض اليوم في درس جديد بمادة الرياضيات. عنوان درسنا الجديد اسمه وحدات المساحة. في هذا الدرس رح نركز تحديدا مش على إيجاد المساحة، ما رح نطبق القوانين، رح نركز على كيفية اختيار وحدة قياس المساحة المناسبة، وذلك من خلال إعادة التركيز على فكرة المساحة. اخترت أنا مساحة المربع لأنه أكثر قانون إحنا لهلأ بنتذكره درسناه بصف رابع. لو أخذت طول ضلع مربع 1 سنتيمتر وعرضه 1 سنتيمتر وهو وحدة القياس المعيارية المعتمدة، وحسبت مساحته، بجد إنه ما حسب قانون مساحة المربع الضلع ضرب الضلع 1 ضرب 1 ويساوي واحد، لكن تحولت المساحة مش سنتيمتر، صارت سنتيمتر مربع. من هون إجت سنتيمتر مربع. بذكرك سابقا بأخذنا موضوع اللي هو مربع العدد، لما كنا نضرب 4 ضرب 4، 6 ضرب 6، 8 ضرب 8. هنا ضربنا سنتي ضرب سنتي، حولناها إلى سنتيمتر مربع أو تربيع سنتيمتر مربع. بدك تسألني بس سنتيمتر مربع؟ لا طبعا، في وحدات مساحة مختلفة أو مضاعفات أخرى للسنتيمتر المربع، مثل الواحد ديسيمتر مربع يساوي 100 سنتيمتر مربع كوحدة مساحة وليست وحدة طول. وركز على المساحة، المساحة لها طول ولها عرض، أنا بحكي على المساحة الداخلية هون باللون الأبيض، هاي كلياتها معنى مفهوم المساحة. الوحدة الثانية إنه السنتيمتر المربع يساوي 100 مليمتر مربع، والمتر المربع يساوي 10,000 سنتيمتر مربع. مثل ما قلنا إنه في عندنا درج للتحويل بين وحدات قياس المساحة، يبدأ هذا الدرج مرتبة أنا عليه الوحدات من الصغير للكبير، نبدأ فيهم. مليمتر مربع، سنتيمتر مربع، ديسيمتر مربع، ثم متر مربع. دائما التحويل من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة مضرب، لكن أنا شو كاتبت لك هون؟ أضرب بمية. ليش مية؟ لأنه بين كل درجة ودرجة في مية، بين كل درجة ودرجة في مية، بين كل درجة ودرجة مية. والقاعدة اللي إحنا حكيناها برضو، التحويل من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة أو أنت طالع بدك تقسم على مية لكل درجة. هون إجت المية من وين؟ لأنه إحنا أعطيتك أول مثال، أنا ذكرتك في قانون مساحة المربع اللي هو الضلع ضرب الضلع، تمام؟ سنتي ضرب سنتي صارت سنتيمتر مربع، ملي ضرب ملي مليمتر مربع، ديسي ضرب ديسي ديسيمتر مربع، وهكذا. من هون اجت بدل الدرجة، احنا بنعرف وحدات قياس الطول، يعني بعد واحد كانت 10، بس صارت 10 ضرب 10 صارت 100 لكل درجة. وخلي في بالك برضو، انت كتير بتسمع كلمة دونم لما عادة بنشتري أرض أو بنزرع مزرعة كبيرة أو فيلا أو بيت كبير، بيعمروه على دونم. الدونم هي وحدة قياس مساحة، مساحة يعني في عندي بعدين طول وعرض، فالواحد دونم يساوي 1000 متر مربع، تمام؟ والكيلو متر المربع، احنا بنعرف الكيلو، بنقطع مسافة بين عمان وإربد، بين إربد والزرقاء، بين المفرق ومعان وهكذا، لكن أنا لما بتكلم على كيلو متر مربع عادة تقاس فيه مساحات كتير كبيرة، يعني طول كيلو متر وعرض كيلو متر، فصارت المساحة 1 كيلو متر مربع تساوي 1,000,000 متر مربع. ليش؟ لأنه كل كيلو متر يساوي 1,000 متر، فلما بنربعها زي ما عملنا هون 10 ضرب 10 100، شو صارت هون؟ 1000 ضرب 1000 وتساوي 1,000,000 متر مربع. خلي في بالك كل الوحدات اللي بتكون مربعة زي ديسيمتر مربع، سنتيمتر مربع، مليمتر مربع، هي وحدات قياس مساحة، تختلف تماما عن وحدات قياس الطول، السنتي، الديسي، المتر، تمام؟ في شغلة نركز عليها ونفهمها، لما بقول مساحة أنا بقصد بعدين طول وعرض. تذكر دائما أسهل قانون مساحة اللي هو المربع، ضلع ضرب الضلع أو المستطيل، الطول ضرب العرض، إذا أنا في عندي بعدين، من هون إجت المربع، من هون إجت المربع. لكن الدونم ارتقينا واستخدمناها، هي وحدة قياس مساحة ما إلها تربيع، اسمها الدونم، تمام؟ الدونم نستخدمها عادة زي ما حكيت لك لمساحات أراضي، بيت، حديقة، مزرعة. الكيلومتر المربع لقياس مساحة الدول، بس أراضي كتير كبيرة، مساحات عالية جداً. رح هون نشوف أنا وياكم نختار حسب السؤال الوحدة المناسبة لقياس مساحة كل من المزرعة. زي ما قلت لك أنا المزرعة عادة بنختار لها الدونم. سطح علبة حلويات، أي علبة حلويات أنت اشتريتها، شوكولاتة، حلو، من أي مطعم مكان حلو، بنقيس مساحة السطح، اخترنا وحدة قياس ديسيمتر مربع، لا هي صغيرة
زي السنتيمتر المربع والمليمتر المربع، ولا هي كتير كبيرة زي المتر المربع، فاخترنا أنسب وحدة اللي هي الديسيمتر المربع. سطح طاولة، طاولة كبيرة، طاولة سفرة، طاولة الصف بالمتر المربع. سطح ورقة الدفتر في المدرسة، سطح ورقة الدفتر المدرسي اللي هو ده كتابك أو دفترك في المدرسة، طوله وعرضه قديش ممكن يكون مساحته، اللي هي إحنا ما عم بحكي على حساب المساحة، إحنا بنحكي عن الوحدة المناسبة. فبنتوقع إنه السنتيمتر المربع هي أفضل وحدة. ليش؟ لأنه طوله وعرضه رح يكون بالسنتي، فالمساحة حتكون سنتيمتر مربع. أما سطح مبراة، مبراة الصغيرة، بدها تكون بالمليمتر المربع. كمان هون بدنا نتذكر مع بعض في قاعدة عامة للتحويل بين الوحدات. إحنا سابقا أخذنا كيفية اختيار الوحدة المناسبة، وانتبهنا بالدرج كيف بنحول من وحدات قياس صغيرة لوحدات قياس كبيرة أو بالعكس. بدنا ننتبه وبركز عليها، لما بدي أحول من وحدة قياس صغيرة إلى وحدة قياس كبيرة أكيد بدنا نقسم، بس بدك تنتبه لكم عدد الدرجات وبالتالي إيش هو العدد اللي بدي أقسم عليه. أما عند التحويل من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس صغيرة أكيد لازم نضرب. هلأ نضرب بإيش؟ كم عدد الدرجات. بدنا ننتبه على آلية التحويل زي ما شرحناها سابقا. رح ننتقل الآن مع بعض لأمثلة توضيحية لكيفية الحل أو ناتج ما يلي بشكل صحيح. الأول 21 ديسيمتر مربع تساوي كم سنتيمتر مربع؟ نتذكر مع بعض درجة التحويل، لازم نحدد اتجاه التحويل وبالتالي العملية. لما أنا بحول من ديسيمتر مربع لسنتيمتر مربع معناته من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة يجب أن أضرب. كم درجة في بين الديسيمتر المربع والسنتيمتر المربع؟ درجة واحدة، فيكون الحل بالضرب العدد 100، فبتصير 21 ضرب 100 صارت 2100 سنتيمتر مربع. نشوف مع بعض المثال الثاني، 30 ديسيمتر مربع تساوي كم متر مربع؟ بتذكر تحويل من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة يجب أن أقسم. ليش قسمنا برضو على 100؟ لأنه بس في درجة واحدة بين الديسيمتر المربع والمتر المربع، فتحول إلى 30 تقسيم 100 زي ما اتفقنا إنه إشارة القسمة تحول إلى إشارة كسر، صارت 30 على 100. أستطيع الآن أن أكتبها بصيغة عدد عشري. شو القاعدة العامة كانت بتحكي؟ حرك الفاصلة من اليمين لليسار حسب عدد أصفار المقام، فصارت 30 جزء من 100، والبطل لو قرأها 3 جزء من 10 كمان حله صحيح. المثال اللي بعده، 6 دونم تساوي كم متر مربع؟ زي ما شرحت لك سابقا الدونم هي وحدة قياس لمساحة ما إلها تربيع، بدنا نحولها لمتر المربع. حكينا إحنا إنه الواحد دونم يساوي 1000 متر مربع. من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة يجب أن أضرب، دائما الدونم أكبر من المتر المربع. يكون هنا الحل بالضرب العدد 1000، 6 ضرب 1000 وتساوي 6000 متر مربع. نكمل مع بعض المثال اللي بعده، 3200 ديسيمتر مربع تساوي كم متر مربع؟ بنتبه الآن تحويل من ديسيمتر مربع لمتر مربع، من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة وبيناتهم بس درجة واحدة، فالحل يكون بالقسم على 100. فقسمنا 3200 تقسيم 100، حذفنا الأصفار مع بعض، صار عندي الناتج 32 متر مربع. المثال اللي وراه، 5000 مليمتر مربع تساوي كم سنتيمتر مربع؟ التحويل برضو هنا من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة، بيناتهم بس درجة واحدة، فبدي أقسم على 100. صارت 5000 تقسيم 100، اختصرنا صفرين مع بعض، فصار الناتج 50 سنتيمتر مربع. بدك تنتبه هون في هذه التحويلات لفكرة اختصار الأصفار لما بنقسم 10 100 و1000، أو كتابة الكسر بصيغة العدد العشري زي ما درسناه بالوحدة الأولى سابقاً. كمان نكمل مع بعض، 6 ديسيمتر مربع تساوي كم مليمتر مربع؟ نتطلع هون على الوحدة، احنا بدنا نحول من ديسيمتر مربع لمليمتر مربع، إذا من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة، إذا بدنا نضرب. لكن كم درجة في بين الديسيمتر والمليمتر المربع؟ في بين الديسيمتر المربع والمليمتر المربع درجتين، اللي هي السنتيمتر المربع بالنص، فبدي أضرب بمية وأرجع أضرب كمان مرة بمية، فبضرب على السريع مرة واحدة بضرب في 10000 اللي هم درجتين 100 و100. ممكن أنت تحلها بخطوتين ما في مشكلة، 6 ضرب 10000 وتساوي 60000 مليمتر مربع. ننتقل للي بعده، 7100 سنتيمتر مربع تساوي كم متر مربع؟ وهنا كذلك نركز مع بعض،
من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة. إذن أنا لازم أقسم، لكن كم درجة في بين السنتيمتر المربع والمتر المربع؟ في عندي درجتين اللي هم سنتيمتر المربع للديسيمتر المربع، وكمان من الديسيمتر المربع للمتر المربع. يا إما بقسم على مرحلتين أو بقسم فوراً على 10,000، لأنه بين كل درجة ودرجة إحنا اتفقنا في 100، بس أنا مرتين بدي أقسم، يعني أول مرة على 100 بتصير لديسيمتر مربع، وكمان مرة على 100 لمتر مربع، أو بقسمها مباشرة. وممكن زي ما اتفقنا أن نحول إشارة القسمة إلى كسر ونختصر الأصفار، فبتصير لو اختصرنا هذا الصفر وهذا الصفر مع هدول الصفرين من هون صارت 71 على 100، تكتب كعدد عشري 71 جزء من 100 متر مربع. ننتقل الآن للأمثلة العملية، وعندنا سؤال الأول. استخدمت سعاد 50 ديسيمتر مربع من الشرائط الملونة بحصة التربية الفنية. بحصة التربية الفنية شو معنى الشرائط الملونة؟ اللي انتو بتعمل بتستخدموا الشبر. قديش استخدمت سعاد 50 ديسيمتر مربع؟ واستخدمت فرح أيضا زميلتها 6500 سنتيمتر مربع منها، من هذه الشرائط الملونة. السؤال بطلب من استخدمت أكثر؟ إذا أنا فيها بحلل السؤال وبفهمه. في عندي معطيات، سعاد استخدمت 50 ديسيمتر مربع، وفرح استخدمت 6500 سنتيمتر مربع من الشرائط الملونة. السؤال طالب أو المطلوب من استخدمت أكثر؟ إذا حتى أقارن بين ما استخدمته سعاد وما استخدمته فرح، يجب أن أحول بين الوحدات حتى نقرر من اللي استخدمت أكثر. أنا اخترت أني أحول الديسيمتر المربع وهو الأسهل لسنتيمتر مربع. ليش؟ لأنه في عملية ضرب أسهل بالنسبة لي، أسهل من القسمة. حتى إلك أنت كالضرب بضل أسهل من القسمة. 50 ضرب 100، ليش 100؟ لأنه بين الديسيمتر المربع والسنتيمتر المربع درجة واحدة، فضربنا ضرب 100، وحدة كبيرة لو وحدة صغيرة بضرب. قديش طلع الناتج معي؟ 5000 سنتيمتر مربع. طيب نرجع للسؤال، هذا مين اللي استخدمته؟ استخدمته سعاد. طب إذا سعاد استخدمت 5000 سنتيمتر مربع بينما فرح استخدمت 6500 سنتيمتر مربع، من استخدمت أكثر؟ بقارن 6000 ولا 5000؟ أكيد 6500 سنتيمتر مربع هي الأكثر، ففرح استخدمت أكثر من سعاد. نيجي للمثال الثاني أو السؤال الثاني. لدى تاجر 3000 ديسيمتر مربع من القماش الملون، باع منها 20 متر مربع، كم بقي لدي؟ بفهم السؤال وبحدد شو المعطيات وشو المطلوب. المعطيات إنه تاجر عنده 3000 ديسيمتر مربع من القماش الملون، بالمقابل باع منها 20 متر مربع، المطلوب كم بقي لدي؟ إذن الحل هنا رح يكون بالتحويل بين الوحدات وعملية طرح. ليش طرح؟ لأنه كان عنده قماش باع منه، كلمة باع يعني نقص قل، فانتبهنا إنه العملية هنا طرح مع الانتباه إلى تحويل الوحدات. إذن 3000 ديسيمتر مربع ناقص 20 متر مربع. حولت هون وارتقيت أن أحول الديسيمتر المربع إلى متر مربع، تمام؟ قسمت من 3000 لأنه درجة واحدة من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة، بقسم ودرجة واحدة قسمت 100، صارت 3000 تقسيم 100 وتساوي 30، بطلت ديسيمتر مربع صارت متر مربع. إذن كان مع التاجر 3000 ديسيمتر مربع اللي هم نفسهم 30 متر مربع، استخدم منها أو باع منها، صرف منها 20 متر مربع، صارت 30 متر مربع ناقص 20 متر مربع وتساوي 10 متر مربع اللي بقي لديه. وضحت؟ الأساس هنا الانتباه للتحويل وفهم وتحليل معطيات السؤال والمطلوب من السؤال. ننتقل الآن مع بعض إلى السؤال الأول، صفحة 136، بيقول لك اكتب في المربع الوحدة المناسبة إما سنتيمتر مربع أو متر مربع أو كيلومتر مربع ودنم لقياس مساحة كل مما يأتي. فرع ألف، سطح طاولة معطيني يكون يساوي 75 إنش، هل ممكن يكون أو منطقي أكثر سنتيمتر مربع أم متر مربع أم كيلومتر مربع أم دنم؟ فعلا الخيار الأنسب هو متر مربع. أما أرض مطار الملكة علياء، لما بحكي على أرض مطار الملكة علياء كامل من ضمنه كل الخدمات المرتبطة بأرض بمطار الملكة علياء، بقول هل هو سنتيمتر مربع أو هل منطقي يكون متر مربع كيلومتر مربع أم دنم؟ بتوقع وبفترض أنه الكيلومتر المربع هي الأنسب. أنا سابقا قلت لك أنه الكيلومتر المربع مضبوط هي لقياس مساحة دول كبيرة، لكن انتبه معي، هل معقول بس فقط أرض مطار ملكة علياء 22 دنم؟ لا طبعا،
فالأنسب هي كيلومتر، لأنه فعلا لو رجعنا للإحصائيات أو للمعلومات بالضبط عن مساحة أرض مطار ملكي علياء نجدها 22 مليون متر مربع، اللي هي نفسها 22 كيلومتر مربع. فرع جيم، سطح علبة مناديل ورقية باكيت الفوين من برا من فوق سطح العلبة تبعته يساوي 240 إيش؟ بقي عندي أنا دونم ولا سنتيمتر مربع؟ طبعا الأنسب هو 240 سنتيمتر مربع، مو معقول تكون 240 متر مربع. المنزل نصف إيش؟ مساحة المنزل، أنا حكيت لك إياها برضو من قبل وإحنا بنشرح إنه وحدة الدونم هي منقيس فيها عادة مساحة المنزل أو مساحة مزرعة حديقة بيت إلى آخره، أو أرض صغيرة حوالين البيت وهكذا. فالمنزل هو نصف دونم. نكمل مع بعض برضو للسؤال الثاني، صفحة 138 بقول لك السؤال: حول كل من المساحات الآتية إلى الوحدة المقابلة لها. 12 متر مربع يساوي كم سنتيمتر مربع؟ فرع باء بدنا نحول من المتر المربع إلى الكيلومتر المربع، وجيم برضو من الدونمات إلى المتر. فكر قليلا، انظر، أنا ما كملت قراءة السؤال بشكل جيد عشان أنت أعطيك فرصة شوية، حاول حل معي كيف بدك تحول من متر مربع لسنتيمتر مربع، أو من متر مربع لكيلومتر مربع، أو من دونمات إلى متر مربع. نيجي للأولى، 12 متر مربع، الحل هنا يكون بالضرب بين المتر المربع والسنتيمتر المربع درجتين، فضربت أو في 100 وكمان 100 اللي هي 10,000، فبتصير معاي الناتج 120,000 سنتيمتر مربع. طب الثاني، انتبه معي الآن كيف ممكن يكون الحل. الحل يكون هنا بالقسمة على مليون. ليش بدي أقسم على مليون؟ لأنه أنا بحكي التحويل من متر المربع لكيلو متر مربع، من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة، يكون بالقسمة. والعدد اللي أمامي 9,100,000 متر مربع، لما بقسمه على مليون اختصر 1, 2, 3, 4, 5 مع 1, 2, 3, 4, 5، شو ضل عندي؟ 91 تقسيم 10. حرك الفاصلة من اليمين إلى اليسار حسب عدد أصفار المقام، بيبقى عندك الناتج 9.1 جزء من 10 كيلومتر مربع. والفرع الأخير، 7 دونمات تساوي كم متر مربع؟ التحويل من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة هنا، ولكن فرق التحويل بين الدونمات أو الدونم والمتر المربع هو 1000، فضربنا 7 ضرب 1000 ويساوي 7,000 متر مربع. ننتقل الآن مع بعض إلى السؤال الثالث، صفحة 138. السؤال بيحكي: مساحة إحدى القرى السياحية 2 كيلومتر مربع، ضمت البلدية إليها منطقة مساحتها 25,000 متر مربع، كم أصبحت مساحة القرية بالأمتار المربعة؟ زي ما حكينا، أي مسألة فيها مسألة كلامية بدنا نفهم وين المعطيات وين المطلوب. السؤال بيقول لك إنه في قرية سياحية مكان جذب للسياح، مساحته 2 كيلومتر مربع، ضمت البلدية، شو معنى ضمت؟ أضافت، زادت مساحة 25,000 متر مربع. المطلوب كم أصبحت مساحة القرية بعد الإضافة، بس بإيش؟ بالأمتار المربعة. فالحل يكون هنا بجمع مساحة القرية الأصلية ومساحة الأرض المضافة اللي هي 2 كيلومتر مربع و 25,000 متر مربع. لكن يجب أن ننتبه هنا إلى تحويل الوحدات، لأنه هو طالب مني السؤال في المتر المربع، وإحنا بنعرف إنه الكيلومتر المربع يساوي مليون متر مربع. لما بدي أحول من الكيلومتر المربع إلى المليون، إلى المتر المربع عفوا، من كيلومتر مربع إلى متر مربع، لازم أضرب بمليون، وهذا ما فعلناه، 2 ضرب مليون تساوي 2 مليون متر مربع، لتصبح مساحة الأرض 2 مليون متر مربع زائد 25,000 متر مربع، أصبحت 2,025,000 متر مربع. وهنا أود التنويه إلى هناك فرق كبير بين وحدات قياس المساحة ووحدات قياس الطول. لما أنا بحكي عن مساحة بحكي عن بعدين، طول وعرض. ذكرتك أنا بمساحة المربع الضلع ضرب الضلع، أو مساحة المستطيل الطول ضرب العرض. فانتبه، المساحة مؤلفة من بعدين بتقاس بسنتيمتر مربع، مليمتر مربع، ديسيمتر مربع وهكذا. أما وحدات قياس الطول اللي هي زي ما إحنا مثلنا لك إياها بالمحيط، شو معنى وحدات قياس الطول؟ بعد واحد، طول، عرض، عمق، ارتفاع، مسافة، هذا الفرق بين المتر والمتر المربع، ولا يصير في عندك لبس أو خلط بين المفهومين. ننتقل مع بعض إلى تمارين ومسائل، صفحة 139، والسؤال الأول: اكتب في المربع الوحدة المناسبة لقياس مساحة كل مما يلي. طبعا الوحدات اللي مطالب ان نختار منها سنتيمتر مربع، متر مربع، كيلومتر مربع والدونم.
الخيارات اللي أمامك: أولاً سطح ممحاه يساوي 3، ب جدار في غرفة، معنى جدار يعني حائط في غرفة 12، اختار الوحدة. سطح منزل يساوي 300، مساحة طبعاً سطح منزل يساوي 300، ومساحة البحر الميت يساوي 605. انتظر قليلاً قبل أن نستعرض، حاول اختر إجابات وقارنها بإجابتي. يلا نبدأ مع بعض. سطح الممحاه أكيد الوحدة الأنسب هي 3 سنتيمتر مربع زي ما هو موضح أمامك. أما الجدار في غرفة 12 متر مربع وهو منطقي. أما في سطح المنزل رح تكون 300 متر مربع. بدك تقولي مثل ليش ما اخترتي دونم؟ مزبوط، هلأ إحنا اتفقنا إنه الدونم ممكن إني أقيس في مساحة بيت أو أرض، لكن المنزل كسطح منزل هل من المعقول يكون 300 دونم؟ المساحة كتير كبيرة لأنه كل دونم عبارة عن 1000 متر مربع، أنت بتحكي عن مساحة هائلة. فالأفضل أو المنطقي أكثر أن تكون مساحة المنزل 300 سطح المنزل 300 متر مربع. أما مساحة البحر الميت وهي معلومة يعني معروفة إنه مساحة البحر الميت 605 كيلومتر مربع. ننتقل الآن مع بعض للسؤال الثاني. السؤال الثاني بيحكي لك زي ما هو شايف أمامك واجب. نكمل مع بعض السؤال الثالث. السؤال الثالث بيحكي أرض مساحتها 3 كيلومتر مربع اقتطعت منها البلدية 320 ألف متر مربع لعمل شارع، ما المساحة المتبقية من الأرض بالكيلومترات المربعة؟ إحنا اتفقنا بهيك أسئلة بنقرأ السؤال ومنحدد المعطيات ومنحدد المطلوب. فالمعطيات عندي أرض مساحتها 3 كيلومتر موجودة اقتطعت منها البلدية، يعني أخذت منها، يعني نقصت مساحة الأرض، نقصت مساحة الأرض بمقدار 320 متر مربع. هذا المعطيات. المطلوب كم المساحة المتبقية من الأرض بإيش؟ بالكيلومترات المربعة. إذن ما بدي أحسب المساحة المتبقية، فالعملية هنا طرح. فحتى نجد المساحة المتبقية رح نطرح الأرض الأصلية اللي هي 3 كيلومتر مربع من 320 ألف متر مربع، لكن بما أن السؤال طالب منا بالكيلومترات المربعة إذن يجب التحويل الوحدات إلى كيلومتر مربع، وذلك بالقسمة على مليون، لأن فرق التحويل بين الكيلومتر المربع والمتر المربع هو المليون. قسمت الآن أنا قسمت الآن 3 كيلومتر ناقص 320 ألف متر مربع وانقسمتهم على مليون، صارت معي 32 جزء من 100. ليش؟ بالقسمة على الأصفر. بدك تنتبه أنت زي ما اتفقت أنا وياك دائما، إما منخلي الكسر القسمة كسر أو منختصر الأصفر. عد معي كم صفر، 1 2 3 4 بختصره مع 1 2 3 4 بيبقى عندك 32 على 100 كتبتها بصورة عدد 20. خلي في بالك هون كمان إنه الثلاثة هي ثلاثة صحيح، فالفاصلة أقصى اليمين بطرح بوضع أصفار في الجزء من 10 والجزء من 100، فثلاثة صحيح ناقص 32 جزء من 100. لاحظ هون معي كيلومتر مربع كيلومتر مربع، أصبح الناتج 2 صحيح و68 جزء من 100 كيلومتر مربع. منعيد كمان مرة نتأكد إن مساحة الأرض كاملة كانت 3 كيلومتر مربع، نقصت أو اقتطعت بمقدار 320 ألف متر مربع، حولنا المتر المربع إلى كيلومتر مربع بالقسمة على مليون. لما بتقسم على مليون تحولها لإشارة كسر وبتختصر الأصفار مع بعض، بتضلها عندك 32 على 100 كتبتها كصورة عدد 10 وأوجدت الناتج النهائي 2 صحيح و68 جزء من 100. ننتقل الآن للسؤال الرابع. السؤال الرابع بيحكي لدى خياط 90 ألف سنتيمتر مربع من القماش قص منه 2.5 متر مربع، إذا لأخذ لأحد الزبائن عفوا، كم مترا مربع من القماش بقي عنده؟ زي ما اتفقنا بنحلل السؤال بنحدد المعطيات والمطلوب. لدى خياط 90 ألف سنتيمتر مربع من القماش قص منه، إيش يعني قص منه؟ يعني استخدم منه 2.5 متر مربع لأحد الزبائن. المطلوب كم بقي لديه بالأمتار المربعة؟ إذا حتى نحسب كم بقي لديه، الأصل إني أطرح 90 ألف سنتيمتر مربع من 2.5 متر مربع. إذا يجب هنا التحويل إلى المتر المربع. ليش؟ السؤال طالب مني كم بقي لديه بالمتر المربع، والفرق التحويل بين السنتيمتر المربع والمتر المربع هو 10,000. قسمنا من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة بدنا نقسم، فصار عندي 90,000 سنتيمتر مربع تقسيم 10,000 أصبح 9 متر مربع ناقص 2.5 متر مربع وتساوي 6.5 أو 6 جزء 6 صحيح و5 جزء من 10 أو 6.5 متر مربع بقي لدي. بنكمل مع بعض بالسؤال الخامس. السؤال الخامس بيحكي لك ناقش صحة العبارة الآتية مبررا إجابتك. لدى مزارع أرض مساحتها 3.5 كيلومتر مربع زرع منها
2,500,000 متر مربع، فبقي من أرضه 1.5 كيلومتر مربع من دون زراعة. معنى هذا السؤال إنه إحنا بدنا نتحقق من صحة المقولة اللي حكاها الشخص بعد ما زرع الأرض أو بعد ما حسب، بناء على معطيات السؤال إنه في عندي أرض مساحتها 3.5 كيلومتر مربع زرع منها 2,500,000 متر مربع، كم بقي من أرضه غير مزروع؟ إذن الأرض انجزأت إلى جزئين، جزء مزروع وجزء غير مزروع. كل الأرض مساحتها 3.5 كيلومتر مربع، زرع منها 2,500,000 متر مربع، كم بقي من أرضه؟ هل بقي من أرضه 1.5 كيلومتر مربع غير مزروع؟ تعالوا نشوف. حتى أطرح أو أتأكد كم بقي لديه، لازم أطرح المساحة الكلية للأرض من المساحة المزروعة. تبقى عندي المساحة غير مزروعة، نزلت 3.5 كيلومتر مربع ناقص 2,500,000 متر مربع، لكن هنا لأن السؤال بيقول لك بقي لديه 1.5 كيلومتر مربع، بدي أحول من متر مربع لكيلومتر مربع، وذلك بالقسم على مليون. قسمت 2,500,000 متر مربع على مليون، شو صارت؟ 2.5 جزء من 10 أو 2.5 كيلومتر مربع. انتبه أمامك، هون كانت بالمتر المربع، هون شو صارت؟ كيلومتر مربع. بوجد الناتج بالنهاية 3.5 أو 3.5 جزء من 10 ناقص 2.5 و5 جزء من 10 كيلومتر مربع، كيلومتر مربع يساوي الفرق بيناتهم 1 كيلومتر مربع. إذن يتبقى لديه 1 كيلومتر مربع غير مزروع، وهذا عكس اللي هو أو مش نفس الجواب اللي هو حكى لنا إياه. هو قالنا إنه بقي لديه 1.5 كيلومتر مربع، كلامه خاطئ، وبقي لديه 1 كيلومتر مربع. بهيك أنا بنكون أنهينا مع بعض شرح درس وحدات قياس المساحة وحل تمارينه. الله يعطيكم ألف عافية ربي يا طلابي، واتمنى منكم ترسلوا لي كالعادة، وبشكركم جزيل الشكر لتواصلكم معي وإرسالكم الواجبات، ويعطيكم ألف عافية. إن شاء الله نلتقي مع بعض بالحصة القادمة، نراكم على خير.